صباح الخير أصدقائي، إن شاء الله تكونوا ملاح يا رب. بزاف سقسيتوني من قبل عن وقتي وكيفاش راني ننظمه. الطريقة هذه تعلمتها من عند الكاتب والمؤلف ستيفن كوفي في كتابه الأشياء الأولى أولا، وهي عادة من بين العادات اللي تكلم عليها في كتابه الشهير العادات السبع للناس الأكثر فعالية. يقول الكاتب: خذ ورقة وارسم جدول فيه 4 خانات، يعني عمودين وصفين، واكتب في العمود الأول الأشياء العاجلة والعمود الثاني الأشياء الغير عاجلة. يقول الكاتب أن وقتنا مقسم على هذه 4 مربعات، ويقول لك أغلب الناس مضيعة وقتها في المربع الأول اللي هو عاجل ومهم، والمربع الثاني اللي هو عاجل وغير مهم، وإذا بقى لهم شوية وقت يفوتوا في المربع الثالث اللي هو غير عاجل وغير مهم. لكن المربع الرابع اللي فيه الأمور الغير عاجلة ومهمة هو اللي فيه الأشياء اللي لو قمتي بها واستمريتي عليها تتغير حياتك للأفضل. فكري فيها جيدا وحددي الوقت اللي راكي تعطيه للمربع الرابع، والنتيجة اللي تلقيها هي اللي راهي تصنع الواقع تاعك، يعني على حسب الوقت اللي راكي تمديه للمربع هذا، المربع اللي هو غير عاجل ومهم. فلا تشتكي من الظروف ولا تلومي الآخرين، لومي نفسك.